موجبات الغسل متى يجب الاغتسال؟ متك فقط طبعاً بوريس توكسان. إسلام الكافر. كنا باوس كمان طلع إسلامي. موت إذا مات المسلم لابد يغسل. كن مسلمي كوالة. المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس لابد تغتسل. كن نايس اللي طلعت كوكا وتسد. كذلك إذا خرج المني من مستيقظ أو نائم. كنا هنجل اللي طول هناك أمريكا أونيا تاي هنون هري لا يستان سيستا هنون طول الجماع يا يهرمتا تاس تما نما تربيتات يس نما طول بات تربيتات سيتا تيورم تكمان بسون إسلام إسلام وايزن بسون الله عم.